معاه على التليفون او على المسرح الاعلاميه الزميله منى عبد الوهاب، منسقه مهرجان العالمين. ازيك يا منى؟ اهلا يا يوسف، ازيك، اخبارك ايه؟ عامله ايه المره دي؟ مش على المسرح المره دي، في التاسعه. المره دي انت اللي مطلعني على المسرح. لا محدش يطلعك على المسرح ابدا. منى، عايزين نفهم منك باعتبارك انت المنسق لهذا المهرجان في النسخه الثانيه، والسنه اللي فاتت كان في عندنا النسخه الاولى وكانت ناجحه جدا، وبالتالي التحدي اكبر. انت قدامك طبعاً. تحدي مخيف انه طبعاً. بعد نجاح السنه اللي فاتت، السنه دي هنعمل ايه؟ احنا بنينا الحقيقه، يعني الشركه المتحده بنت على مهرجان السنه اللي فاتت 2023، بنت عليه يعني يعتبر نسخه 2024 هي استكمال للنجاح اللي حققه المهرجان بالفعل السنه اللي فاتت. الشركه عملت ايه؟ الشركه عامله مجهودات مضاعفه الحقيقه في كل حاجه، سواء في عدد الفعاليات، تنوع الفعاليات، فكره انه يعني انا بشوف ان اللي بيميز مهرجان العالمين عن اي مهرجان اخر هو انه مهرجان العالمين معمول لكل افراد العيله بمختلف اعمارهم، فده بيخلي كمان بيحط عليك انت جهد كبير جدا انك توفر لكل الاعمار دي احتياجاتها الترفيهيه. حلو. فبالتالي لا، السنه دي الحقيقه يعني حتى الحفلات، اختيار المطربين للاجواء المختلفه واضح جدا في اختيارهم. السنه دي في مسرح، ودي خطوه الحقيقه ايجابيه جدا، وانا شخصيا سعيده بيها لان المسرح ده كان بيميز مصر وقت طويل جدا. طبعا. فدعم احياء واعاده المسرح المصري تاني للمشهد الفني العربي ده شيء ايجابي جدا. في كمان عندك فعاليات رياضيه مختلفه جدا وبتناسب اعمار كتير، في منها فعاليات مهتمة جدا بذوي الهمم، فما كانش ليهم قبل كده مشاركة في مهرجانات ترفيهية وحاجات زي دي. طبعا مهرجان نبتة، مهرجان الطعام، الحقيقة فعاليات كتير، نوع تاني من الحفلات، منها عمر خيرت وأجواء تانية خالص. في النهاية كمان يعني أنا مثلا من الحاجات اللي أنا حابة أستغل البرنامج عندك إن أنا أقولها، ياريت، هي انه الشركه المتحده مؤمنه جدا باهميه الترفيه، خصوصا في الظروف الصعبه اللي بنمر بيها كلنا، وبالتالي المهرجان احد مميزاته ان هو مفتوح للجميع، المهرجان في متناول ايدي الجميع، كل شرائح المجتمع وكل فئات المجتمع تقدر تحضر مهرجان العالمين وتقدر تشارك في فعالياته، يعني حتى في شاطئ عام اتفتح وتم تخصيصه لاي حد عايز يدخل. صحيح. ده انا شفته. فدي كلها مميزات الحقيقه، حاجه تحمس يعني. طيب ده حاجه رائعه جدا. بص يا منى، طبعا احنا زملاء اولاد مهنه واحده، ما تاخدينيش طبعا في دوكه. افتشي لي السر. يعني انت قلت انا عايز استغل البرنامج، استغل البرنامج وقولي لي بقى ايه على طول. اي حاجه يعني، مثلا انا مبسوط جدا انك انت اتكلمتي على مساله انه في دعم حقيقي للحركه المسرحيه عن طريق الشركه المتحده ومهرجان العالمين. قولي اديني شويه ملامح مسرحيات يعني مثلا. عندنا كذا المسرح الفلاني لحد دلوقتي عندنا 6 مسرحيات قابله للزياده. جميل. الله اعلم. احد المسرحيات دي هي اخراج وتاليف المخرج خالد جلال. يا سلام سلم. يا سلام سلم فعلا. حقيقي يعني هي مسرحيه واعده جدا، يعني لان هي كوميديه استعراضيه اجتماعيه، وخالد جلال دايما مكتشف المواهب والنجوم والسوبر ستارز. يعني ما هو ده، هو صانع السوبر ستارز يعني. صحيح. خطير الراجل الحقيقه، عشان كده بقول لك انا متحمسه جدا لان كل الممثلين في المسرحيه وجوه جديده، وطبعا احنا عارفين قدرته في الاختيار عامله ازاي. طبعا. فدي مثلا احد المسرحيات، وهي انتاج شركه دي اس بلس، هي يعني محمساني جدا، انا شخصيا متحمسه ان انا اتفرج عليها. في طبعا مسرحيات ثانيه، في مسرحيات للفنان كريم عبد العزيز، في الفنان احمد حلمي، دنيا الله. سمير غانم. الله. في كمان مشاركه للفنانه دنيا سمير غانم في مهرجان نبته للاطفال. اوكي. يعني احنا بنتكلم على مسرحية مثلا زي بتاعت خالد جلال، هيبقى فيها وجوه جديدة وكما جرت العادة وجوه خالد جلال تتحول إلى سوبر ستارز على طول بعدها. ثم بالضبط. عندي بالفعل سوبر ستارز زي حلمي وزي كريم وزي دنيا وما إلى ذلك. فأنا
عندي كل حاجة، أنا عندي الجديد وعندي نجوم السماء. وعندك رياضات متنوعة بقى، عندك بادل وعندك سلة وعندك طايرة وعندك يعني حاجات كتير فروسية، عندك رياضات رياضات، عندك مهرجان الطعام ده مليء بالفعاليات والنشاطات الخاصة بالطعام. جيتي لي بقى في الحاجة اللي بحبها، ايه قصة مهرجان الطعام؟ انت تيجي بقى يا يوسف، انت تيجي بقى يا يوسف تحضر فعالية التذوق. اجي ادوق، انا احب اجي ادوق التذوق بالظبط. لو سمحتوا انا اجي ادوق، بس انا يعني مش بدوق كده، يعني انا بدوق بالطبق على بعضه، اخلصه واخش على اللي بعده. بدوق بالكيلو. يعني مهرجان الطعام ده هيبقى عامل زي الفود فيستيفلز اللي كنا بنشوفها في اوروبا وفي امريكا، ويبقى فيها ناس من الشيفات الكبار ويعملوا الحاجات قدامنا. بالظبط، هو بعينه. الله الله، عشان كده بقول لك لا، مجهودات مضاعفه جدا من الشركه المتحده الحقيقه عن السنه اللي فاتت كمان. يعني شوف السنه اللي فاتت كان ناجح، ولكن السنه دي المجهود مضاعف والفعاليات مضاعفة وأكثر تميز، وفي حاجات جديدة ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت. زي إيه؟ زي اللي أنا قلته لك، ده كان في مسرح السنة اللي فاتت. منى كملي يا منى، كملي يا منى، كملي يا منى، ما تبقيش منسقة، خليكي مذيعة. بس ما تخلينيش بس أحرق لك كل حاجة يعني. يعني حاجة كمان، حاجة كمان. زي إيه مثلا يا يوسف؟ اتكلمنا عن المسرح، اتكلمنا عن الحفلات الغنائية. حفلات غنائية، مين اللي جاي؟ اللي جاي باذن الله الفنان محمد منير، عمرو دياب، الله، تامر حسني، كاظم الساهر حبيبي، عندك سعاد ماسي، عندك كايروكي، مسار اجباري، ويجز. يا جماعه ده هو فاضل مين يعني؟ قول لنا انت. الله العظيم. والله العظيم يا منى، انا في رايي انه هذا المهرجان ان شاء الله يعني يخلي المنطقه بتاعتنا بتاعت العالمين والساحل الشمالي دي ولا نيس، يعني هتبقى حدوته يعني. إن مدينة يعني جمالها يستحق الحقيقة. طبعا طبعا، والله بجد حقيقي يعني. يعني تستحق تكون وجهة سياحية أساسية مهمة، يعني سواء سياحة داخلية أو خارجية. صحيح، 100%. 100%، 100%، 100%. أنا بشكرك يا منى جدا جدا جدا، نورتينا وشرفتينا على التليفون. ووقت ما هيبقى في وقت بالتأكيد بالنسبة لك، اللي أنا عارف إنك هتبقي مطحونة الصيف كله، تنورينا بقى هنا، نجي لكم إحنا العالمين نقعد بقى نتكلم. بس إحنا اتفقنا مش هتبقي بس منى عبد الوهاب المنسقة، هتبقي المذيعة الزميلة، فهتفوتي لنا حاجات. يعني هحاول يا يوسف. ماشي، انت تشرفنا بس وتنورنا، وانا هحاول. لا ده انا اتشرف والله بجد، يعني مين فينا ما يحبش يروح العالمين. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. الزميلة الإعلامية منى عبد الوهاب، منسقة مهرجان العالمين.